تحت عنوان الصيد حقنا في أرضنا، اعتصمت مجموعة من هواة الصيد في منطقتي مرج عيون وبنت جبيل في سهل الخيام على الحدود اللبنانية الفلسطينية، معبرين عن غضبهم لمنعهم من ممارسة هواية الصيد جنوب نهر الليطاني بسبب القرار 1701 الذي يتضمن منع حمل السلاح الحربي ولم يأتي على ذكر منع الصيد. الصيادون طالبوا بالفصل بين السلاح الحربي وسلاح الصيد والكف عن ملاحقة الصيادين وخصوصا الذين حازوا على رخص للصيد من وزارة البيئة اللبنانية أسوة بباقي المناطق اللبنانية. وتحدث النائب علي فياض الذي قال أنه مع حماية البيئة وتنظيم الصيد وخاصة في الجنوب، لأن أبناء الجنوب ضحوا من حقهم ممارسة هواياتهم ولا يحق لأي قوة تعطيل حياتنا الطبيعية، والجنوب ينطبق عليه كباقي المناطق، والصيد في هذه المنطقة ينشطها سياحيا. هذه أرضنا وهذه قرانا وهذه حقولنا، بدنا نتحرك فيها بصورة طبيعية ولا يحق لأي قوة أن تعطل القانون اللبناني في هذه المنطقة. لذلك موضوع الصيد عندما يمنع هنا بحقلنا نتساءل من هي الجهة التي طلبت أن يعطل الصيد في هذه المنطقة. هناك قوانين لبنانية مرعية الإجراء تنظم الصيد في مختلف المناطق اللبنانية. الجنوب اللبناني ينطبق عليه ما ينطبق على تلك المناطق. وقت اللي منقول إنه الصيد ممنوع في هذه المنطقة وكأنه عم نعطي لهذه المنطقة خصوصية منقوصة السيادة. ناخد رخصة السواقة ممنوع نسوق جنوب الليطاني، كمان ناخد رخصة عمار ممنوع نعمر جنوب الليطاني. إذا هاي القصة لا نعرف من فلس عدك إنا على القاع على البقاع عم نطلع لفوق، بس إنه بتاخد رخصة أنت لا تتصيد، بتاخد رخصة السواقة لا تسوق. إذا رخصة الصيد ممنوع كمان رخصة السواقة ممنوع. القرار 1701 بنص العبارة بيقول وقف جميع الأعمال الحربية في منطقة جنوب الليطاني ومصادرة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، طبعا السلاح الحربي. بارودة الصيد أو بندقية الصيد هي سلاح يصنف فئة خامسة صادر عن وزارة الداخلية مش عن وزارة الدفاع. عمري 63 سنة، يعني عمري 50 سنة يعني بتصيد 50 سنة صار بتصيد، وكل عمري بتصيد، يعني ولا يوم من الأيام تعرضنا لمضايقات مثل ما تعرضنا لها من سنتين ثلاثة وبالجاي. أنا السنة الماضية تعرضت لمضايقة ومعي رخصة وعاملين رخص سلاح، لأنه نحن من سنة 69 منفيين وبعدنا لتاريخ اليوم منفيين، والدولة بعد لحد هلا ما عم تطلع فينا، وهلأ إجوا كمشونا على بيت الياك لحتى مش هيكم مش الصياد، يعني ممنوع الصياد جنوب نهر الليطاني. لخدمة مين؟ لخدمة إسرائيل. سمحت لنا الدولة بالصيد من 15 أيلول ل 15 تشرين كانون تاني، نحن إلنا حق نمارس مثلنا مثل أي مواطن لبناني. إذا ما نضاع الصيد، ما نتصيد، ما نقعد بحرش نتغدى نتروق، روح أنا وعائلتي على الحرش نتصيد نقعد، مش كل نتفة تهجم لنا دورية طوارئ تشغلنا بالنا، نحن قاعدين بأرضنا مش بأرض حدا يعني غريب. ليش متواجدين هون؟ نحن لأنه لبنانية وأرضنا وبيوتنا، ويعني واحد بينزل على حقله يتصيد بيجي اليوان خي منحترمه قوات حب السلام، بس عم نحس إنه قوات احتلال. شوي بيجي بدق للجيش بيقول له في صيادين أو صياد، يعني شوي بيعرفوا البارود اللي معك وقدينا رقم الرخصة تبعه. طب ما زال نحن صيادة ورخصة الصيد بناخدها من وزارة الداخلية، يعني بتجي فئة خامسة رخصة الصيد بتاخد الرخصة طبعا من وزارة الداخلية. 1701 بيتضمن سلاح الحربي. احنا بنطلب من جيشنا الحبيب انه يحمينا، هول اخوتنا، هول في هون ابن عمي وابن خالي وخيي وبيي وصديقي، مش مطلوب انه يكون هو معي بتصادم. نحنا ما بدنا الدولة تظلمنا، بدها تنظر انه هيدي الهواية هي رياضة عالمية، هيدي منع إرهاب. الرسالة سلاحنا مرخص ومن حقنا نمارس هوايتنا بأرضنا وبمنطقتنا، وهيدا حق كفله الدستور اللبناني الضامن للمساواة بين كل اللبنانيين على كافة الأراضي اللبنانية. وطبعا الجنوب بعده ضمن الخريطة اللبنانية، ما بعرف إذا في حدا نقله عشي خريطة تانية. معظم الأوقات اللي عم بيصير هو إهانة مبكية، يعني لما واحد عمره 75 سنة أو 80 سنة ما عنده شغله وعامله بينزل هالبارودة لينبسط شوي، ووصله كم عصفورة
وينبسط فيهم. بيجي قوات اليونيفيل بهنوه وبيقللوا من هيبته، وبيجي الجيش بكلبجه. هيدا انا اذا كان بي ما بقبله. واحد اثنان، في بعض الاشخاص عم تضطر تركض حامل سلاح. هذا الصياد اذا وقع وطلعت فيه الخرطوشه بالغلط، من يتحمل هذا الدم؟ يا اخي نحن بنصيد تحت اشراف القانون وتحت سلطه الدوله اللبنانيه. الرجاء ايجاد حل سريع لهذا الموضوع. الصيد في هذه المنطقه المعروفه تاريخيا بانها مناطق صيد، لانه منطقه عبور الطيور المهاجره، هذه المنطقه اعاده سماح الصيد فيها بنشطها سياحيا، وبيسمح ايضا لشبابنا لابنائنا اللي بنمنعهم عاده يترددوا على قراهم ان يترددوا على قراهم مجددا. لذلك ايضا الموضوع بالوقت اللي له بعد بيئي، له بعد سياحي، له بعد اجتماعي، له بعد بإعادة بث الحياة التي نعمل عليها ليلا ونهارا في هذه المنطقة. القوات الدولية دورة محدد ونقطة على السطر اسمه مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها كاملة، ولا يحق لها على الإطلاق أن تتعدى هذا الدور لتعطيل بعض القوانين أو اتخاذ بعض الإجراءات التي تتناقض مع حقوق المواطن اللبناني. فلذلك المسألة من هذه الزاوية أنا سميتها بأنها مسألة سيادية، ليست انحيازا فقط للصياد اللبناني، إنما هي انحياز للقانون اللبناني أولا وقبل أي شيء آخر.